وهذا هو ماي المكيف اللي طلع معانا. اولا تشغل مكيف السيارة وتتأكد انك مخلنا على ابرد شيء ممكن، وتنتظر لحد ما تشوف الماي بدأ ينزل المكيف السيارة مثل ما تشوفه. وانا شخصيا قصيت هذه الدبة عشان احطها في المكان اللي ينزل منه الماي عشان اشوف الاوساخ اللي بتطلع مثل ما تشوفوا بهذا الشكل. والحين نبغى نوصل لمكان ثلاجة المكيف او مروحة المكيف. هذا هو مكان فلتر الهواء، بمجرد ما بطل هذا الكور الابيض راح يطلع لي فلتر المكيف. المنتج مثل ما تشوفوا يجي معاه بيب. الحين آلية الرش تكون انك تجيب البيب باتجاه مروحة الهواء وترش، تبقى ضاغط لحد ما تشوف الرغوة بدت تطلع. والحين بشغل المكيف على درجة واحدة عشان تنزل الرغوة يعني، وبرجع ارش مرة ثانية طبعا بدون ما ادخل البيب تحت عشان ما يروح في المروحة، بس بهذا الشكل من فوق. ننتظرها شوية لحد ما تنزل. طبعا بتبدي رايحة عطرة تطلع من مكيف السيارة. بعد ما تخلص رش تخلي المكيف على اقوى شيء مثل ما واضح معاكم. طيب الان بعد ما خلصنا من التنظيف، اما انك تبدل فلتر الهواء او تنظف القديم وترجعه. وبعد ما ترجع كل شيء مكانه تخلي المكيف شغال على درجتين او ثلاث درجات لمدة 10 دقائق. وهذا ماي المكيف اللي طلع معانا. لاحظوا معاي كمية الاوساخ.